السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله مشاهدي الأحبة. ذكرى استشهاد قادة النصر ما زالت راسخة في نفوس المحبين الذين فاجأوا أمريكا ومن معها بنتائج عكسية على غيار ما كانت ترنو إليه، حيث أرادت طمس أثرهم. فعندما تحارب أمريكا القادة والزعماء يعني أنهم وقفوا بوجه استكبارها وحجموها، لذلك تعاملهم بالقتل وإراقة الدماء. لكن تزايد أعداد محبي ومحيي هذه الذكرى يعطيهم الجواب الواضح، فهنالك وسائل عديدة وجروح عميقة تمثلت بالوقفات الاحتجاجية وإقامة مجالس التأبين، فالتوعد لأمريكا بالثأر والمطالبة بإخراج قواتها من البلد انتفضت من مواقف وطنية تريد الحفاظ على سيادة البلد وعدم جعله أداة بيد أمريكا وسياستها. ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة أيضا الحدث الأبرز اللي شهد العراق هذه الأيام، وقبل أول ركلة لبطولة خليج 25 ترتفع مؤشرات سلامة الانعقاد في مدينة السندباد، وأن تكون النسخة المثالية بعد عقود طويلة من الحرمان. هاي البطولة أشبه ما تكون برد الاعتبار للكرة العراقية وملاعبها المنشئة حديثا ذات المواصفات العالمية، خاصة مع الاستعدادات الكبيرة اللي بذلتها الجهود المحلية والمركزية لوصول هاي البطولة عند المرحلة المتقدمة، وما تبقى على موعد الافتتاح والانطلاق ساعة صفرها سوى أيام بسيطة لتبرهن للفضاء الخارجي قدرة العراق على إقامة هكذا مباريات دولية تعيد له الحضور في المحافل الرياضية. أما عن كرم الجنوب فلا داعي للتحدث في ما شهدناه عبر منصات التواصل، خير شاهد ودليل. إذن مشاهدي الأحبة رافقونا في هذه الحلقة كي نتعرف على ملفاتنا بشكل مفصل. جريمة المطار، الفعل الغادر والجبان اللي أرادت به أمريكا أن تضعف محور المقاومة وأن تنال من عزيمته، لكن كقراءاتها السابقة لم تكن دقيقة في الحسابات، فالأمة الرافضة لسياسات الغطرسة الأمريكية لا تزال تحقق الانتصارات تلو الانتصارات، وهذا ما يؤكده زعماؤها وقادة الجهات. خلونا نفتح مشاهدي الأحبة هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد جزء من خطابات القادة خلال اليومين الماضيين. شهید سلیمانی به نگاه من و تجربه من و چیزی که حس کردم یه روح تازه‌ای در این مجموعه مقاومت دمید و راه تازه‌ای در مقابل او باز کرد و اون رو هم از لحاظ معنوی مجهز کرد هم از لحاظ مادی مجهز کرد. شهادت و گواهی سید بزرگوار ما و عزیز ما آقای اسد حسن نصرالله که واقعا یه انسان بی بدیلی است، ایشون گواهی او در مورد آقای سلیمانی یک باب بزرگی است در این زمینه. او ایشون شهادت میده، گواهی میکنه که شهید سلیمانی احیا کرد مقاومت رو. ما هم خودمون از نزدیک میدیدیم فعالیت ایشون در این مورد که فعالیت بسیار برجسته و مهمی بود، کار اساسی شهید سلیمانی در واقع این بود، این حفظ مقاومت و رشد دادن مقاومت، مجهز کردن مقاومت، احیای مادی و معنوی مقاومت. شهید من ارض ایران وشهيد من أرض العراق، وشهيد إيران قادم من لبنان وسوريا وفلسطين، ويمد أفقه إلى اليمن وأفغانستان وباقي البلدان الإسلامية. إذن نحن أمام شهيد وحد على المستوى العملي محور المقاومة الممتد في هذه المنطقة، وترجم الوحدة من خلال وحدة الدم على أرض تشترك مع الأراضي الأخرى بوحدة المنهج ووحدة العقيدة.
يعني يمكن الأمريكان بيفترضوا أن الإيرانيين هياخدوا جسد ما تبقى من جسد الحاج قاسم سليماني المقطع إربا إربا في الليل إلى إيران ليدفنوه، وأن العراقيين بيجوا قليل منهم بياخدوا الحاج أبو مهدي، فوجئوا بالحشود الهائلة في بغداد، في كربلاء، في النجف الأشرف، في كربلاء المقدسة، على الطرقات. بيان المرجعية الدينية الرائع في ذلك الحين، تعاطف المرجعيات الدينية، الحوزات العلمية، القوى السياسية، الشعب العراقي بكل أطيافه، وهذا ما زال يعبرون عنه إلى الآن، وبالفعل الشعب العراقي تعاطى بوفاء كبير مع هذين القائدين. كانت جريمة، وجريمة مدبرة، وكان مجرما هو الرئيس الأمريكي ترامب الذي يتبجح بتلك الجريمة ويستهتر ويستهين ويستخف بالشعب العراقي ومقدساته وحرماته وأبطاله وقادته. ولكن لن يطول المقام حتى نجده في مزبلة التاريخ، هو حتى اليوم في قومه منبوذ، وحتى من شركائه في الجريمة الذين ساندوه هم الآن ضده في كل محفل وفي كل مكان. وثأرنا أيها الأخوة هو بالحفاظ على خط الشهداء. نحن في هيئة الحشد الشعبي، هذه الهيئة الرسمية الحكومية الرسمية، نتشرف بحفظ إرثهم ودمائهم، ونثأر لهم بأن نكون بمستوى المسؤولية، حافظين للعهد، حافظين للأمانة. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، ورحب بضيفي الكريم الدكتور هيثم الخزعلي، عضو مركز الهدف للتحليل السياسي. حياك الله دكتور هيثم. نتحدث اليوم عن هذه الليالي التي يشهد فيها العراق وتشهد فيها إيران وبقية دول المنطقة احتفالات مهيبة ومجالس تأبينية كبيرة لإحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة الانتصارات. هذا الزخم ماذا يضفي ويضيف لانتصارات محور المقاومة؟ ابتداء أنا أرحب بكم وبقناتكم الكريمة وجمهوركم الكريم. الحقيقة أن الحشود ومجالس التأبين والمهرجانات والاحتفالات بذكرى هذين الشهيدين هو يشير إلى عدة معاني. أولا الولاء للقيم التي جاهد من أجلها هذين الشهيدين، فهي تملأ شعوب المنطقة خصوصا في العراق وإيران. الوفاء لمحور المقاومة، الوفاء لدماء هذين الشهيدين الذين حررا الأرض من تنظيم داعش الإرهابي ومن يقف خلفه. وبالتالي أعتقد أن هذه الجماهير بتجديدها للولاء بإحياء المناسبات هي تحيي ما عاش وما مات من أجله هذين الشهيدين من قيم ومن أهداف سامية تقوم على أساس نصرة المستضعفين ومحاربة الظالمين. ويعني كل هذه الحشود تبرهن الثبات، وأن شجرة الإباء وشجرة المقاومة مع كل قطرة دم تزداد إزهارا وتزداد أوراقا وإغضرارا. دكتور هيثم، يعني هنا نتحدث أيضا عن جريمة المطار والاحتفالات التي شهدتها ليلة الاستشهاد من حشود آلاف المواطنين، آلاف المعزين، آلاف الذين يحيون هذه الليلة، هذا الحشد الجماهيري من جهة، وأيضا هنالك قيمة أخرى، قيمة كلمات القادة في هذه المناسبة ابتداء من
كلمة سيد الإمام الخامنئي ومرورا بكلمة سيد حسن نصر الله وأيضا ما شهدته بغداد من هذه الكلمات والخطابات من قادة الحشد الشعبي، وبالإضافة إلى حتى الأوساط الأكاديمية لا نستثنيها في كل الجامعات في كل المراكز البحثية كانت هنالك العديد من الخطب والوقفات الاستذكارية. طيب هذا الزخم هل سيستمر؟ يعني نقارن قضية انتصار الدم على السيف، وهنا أيضا كان هذا الفقد، هل نحسبه انتصارا؟ طبعا الحياة التي عاشها الشهيدان في الجهاد في سبيل الله وفي سبيل نصرة المستضعفين، سواء كان في العراق أو إيران أو أفغانستان أو اليمن أو في البوسنة والهرسك أو في لبنان أو في فلسطين، هذه القيمة هي التي كانت تشير إلى أنهما كانا يعيشان حياة الشهداء وهم أحياء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنكم ميتون كما أنكم تعيشون، وأنكم تبعثون كما أنكم تموتون. أي إن الإنسان كيفما كانت حياته سوف تكون ميتته، وبما أنهما كانا مجاهدين على طول الخط فيأبى الله سبحانه وتعالى لهما إلا عز الشهادة بعد عز الجهاد، فهذه الميتة هي التي تليق بهما، وهذا الخلود هو الذي يليق بهما. هذه المهرجانات وهذا الذكر لن تستطيع قوة في الأرض أن تمحوه، هذا الذكر سوف يستمر وتتناقل الأجيال بطولات هذين الشهيدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، لأنهما جزء أساسي ومفصلي في تاريخ وحركة الأمة الإسلامية، بل في حركة الإنسانية جمعاء الإمام الثلاث من قيم ومن نصر المستضعفين والوقوف بأعتى بوجه أعتى طغاة الأرض ومجرميهم الذين يسيرونهم في الأرض كي يعيثوا في الأرض فسادا. فهذه الذكرى سوف تستمر وتتجدد، وسترى أنها تتسع مع مرور الأيام لتشمل نواحي أخرى من العالم. هنا نتحدث أيضا عن وحدة القياس التي أصبح الشهيدان هذه السمة وهذه الوحدة التي يقاس بها ويتم التمييز بين معسكر الكفر ومعسكر الحق، معسكر الباطل ومعسكر المبادئ الحقة، معسكر محور المقاومة ومعسكر الأمريكا وتحالفها. بالتالي كيف من الممكن أن تكون دماء الشهداء وحدة قياس لكل هذه المعسكرات؟ طبعا دماء الشهداء هي تمثل مصداقية والولاء وحقانية القيم التي استشهد من أجلها هؤلاء الشهداء، والقيم عادة هي ثابتة في ذهن الأمة حتى وإن حاول المغجفون تغييرها بحملات إعلامية أو بقنوات فضائية أو ببعض المأجورين من منظمات مجتمع مدني وغيرها، هي لا تستطيع أن تغير القيمة الثابتة في وجدان وضمير الإنسان. وبالتالي خلود هؤلاء الشهداء وكونهم معيارية لقياس الحق والباطل هو لكونهم استشهدوا من أجل قيم هي قيم الحق والعدل مقابل قيم الظلم والاستكبار وإذلال الشعوب. فأعتقد أنه مصداق لموضوع وحدة القياس الصحيحة في هذا الوقت هي دماء الشهيدين حاج قاسم وأبو مهدي المهندس. طيب أيضا دكتور هيثم، نتحدث عن الوعي الذي وصلته الجماهير بالمشاركة في هذه المحافل التأبينية وهذه المجالس وهذه الوقفات. أصبح اليوم الكل يعرف بأن على سبيل المثال تلبية فتوى الجهاد الكفائي الكل هب ولبى، لربما كان الأعداء يراهن على أن هذه الجذوة ستطفئ عام عامين، ولكن جذوة التشيع المهيب في بغداد أو العراق بصورة عامة والجمهورية بصورة عامة أيضا كانت لها امتدادات، وإحنا اليوم نعيش الذكرى الثالثة ولا زال هذا الزخم بوتيرة متصاعدة. المراهنات الأمريكية أين، كيف تصمد أمام هكذا زخم؟ الحقيقة أنه هناك يستحضرني قول الأمير المؤمنين عليه السلام يقول: كونا للظالم خصما والمظلوم عونا، وهو يوصي ولدي الحسن والحسين صلوات الله عليهما. وأعتقد أن الشهيدان هم قضى حياتهما بنصرة المظلوم ونصرة
المستضعف، وهذه حالة تشد كل إنسان نقي الصغيرة سليم الفطرة إلى أن يقدس ويحترم هذين الشخصين الذين بذلوا وأفنوا كل عمرهما في الجهاد في سبيل الله وفي سبيل نصرة المستضعفين حتى ذهبا في طريق الشهادة. هذه الجذوة لن تخبو، وإنما سوف تتسع كلما زادت حالة الوعي، وحالة الوعي تزداد كلما زادت التضحيات التي تثبت مصداقية المجاهدين في الولاء لهذه القيم الحقة. بالتالي أعتقد أنه لن يستطيع المرجفون ولن يغلب كذبهم صدقنا، وإنما الصدق الحاج قاسم وصدق أبو مهدي المهندس. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. بالتالي مصداقية الشهداء الذين صدقوا الله ما عاهدوا عليه حتى ضحوا بدمائهم في سبيل ما آمنوا وما صدقوا به، لن تستطيع أي إشاعات أو أباطيل أو دعايات أو إرجاف أو إعلام مأجور أن يخبي هذه الجذوة، وإنما هذه الجذوة سوف تتقد مع مرور الوقت وسوف تشع بنورها على كل أجيال القادمة. طيب، خروج القوات الأجنبية من العراق، هذا الموضوع ارتبط كثيرا بالمبادئ التي ناضل وجاهد من أجلها الشهيدان القائدان، لا سيما الشهيد أبو مهدي المهندس، كان هذا ملفه الذي لا يتنازل عنه. بالتالي لما تقدم الدماء وعملية الاغتيال تنفذ بأمر من الرئيس الأمريكي وبإرادة أمريكية بحتة وفي اختراق للسيادة العراقية سافر، هنا نقارن ونواشج بين هذين الملفين، ملف الاغتيال وملف خروج القوات الأجنبية. هل أن القرار الذي اتخذه البرلمان، الجهات التنفيذية المسؤولة عن تنفيذه، سيكون هنالك قيمة مضافة لهذا القرار وسرعة تنفيذه؟ الحقيقة أنه الدستور العراقي قبل أي قرار وأي قانون هو يمنع تواجد أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، واتفاقية الإطار الاستراتيجي التي عقدت بين العراق وبين قوات الاحتلال الأمريكي حين خروجها عام 2011 نصت على عدم وجود قواعد أمريكية على الأراضي العراقية. قوات الولايات المتحدة وحلفائها جاءت بتخويل من الأمم المتحدة، وهي خالفت كل شرائط هذا التخويل بدءا من قيام بعمليات بدون علم الحكومة العراقية، طيران بدون علم الحكومة العراقية، مسيرات مسلحة بدون علم الحكومة العراقية، إلى أن قامت باغتيال الشهيدين في هدية قدمتها تنظيم داعش الإرهابي، وانتقاما لمشروعها الذي فشل في العراق. وأنت تعلم أستاذ أحمد أن الولايات المتحدة تستخدم تنظيم داعش من أجل احتلال بعض الدول وبعض الأراضي، وخارطته الآن على الأرض وينتشر حيث مناجم الذهب والنفط والغاز، والولايات المتحدة وحلفائها تقوم بنشره في أواسط أفريقيا، في ليبيا، في الساحل الغربي من أفريقيا، ثم تأتي بحجة مقاتلة تنظيم داعش، ثم بعد ذلك تحتل هذه المناطق بحجة محاربة هذا التنظيم. ما كان يراد لهذا التنظيم أن يقوم بإسقاط الحكومة في العراق وأن يسحب على باقي دويلات المنطقة الضعيفة والهشة، وأن تأتي الولايات المتحدة بحجة محاربة هذا التنظيم وتحول المنطقة إلى آبار نفط يحرسها الجيش الأمريكي وحولها مجموعات متناحرة من الناس، تمهيدا لسيطرتها على منابع الطاقة واستعدادا لصراعاتها المستقبلية مع الصين ومع روسيا. ولكن ما أبطل هذا المشروع، ما حفظ حياة وحضارة وقيم هذه الشعوب الموجودة في المنطقة، ما حفظ سيادة الدول بهذه المنطقة، هو التضحيات التي قدمها الحاج قاسم وأبو مهدي المهندس رحمة الله تعالى عليه. طيب، يعني ذكرت هذه المفاصل والسياسة الأمريكية التي تستخدم في العراق في هذه الحالة، بأنه نتحدث عن عصابات داعش التي لا زالت بين الحين والآخر تحاول الظهور وإثبات الوجود. هل هنالك لا زال الدعم يقدم لها؟ قوات الحشد الشعبي كيف تتعامل مع هذه التعرضات
وبالتالي نتحدث عن التحديات الخارجية ونقاط القوة والضعف الداخلية. هذه المجموعات الآن تستخدم كأدوات لإثارة الفوضى والشغب أو جزء من الإرهاب في نسق من حروب هجينة أو حروب من الجيل الرابع، إلا أنها بعد أن أبادها الحشد الشعبي العراقي والقوات المسلحة العراقية في معارك التحرير منذ 2014 لم تعد قادرة على احتلال قرى أو احتلال مناطق أو مدن، وإنما تقوم بعمليات مشاغبة وتستهدف نقاط مفصلية ضعيفة. أعتقد أنه وجودها سوف يكون مسألة وقت، بمجرد أن يتم تفعيل الجهد الاستخباري واستخدام التكنولوجيا في مراقبة ورصد هذه المجموعات سوف يتم التخلص منها نهائيا. طيب، أيضا ذكر الدكتور هيثم قضية الاتفاقية الأمنية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. أمريكا لطالما تشدقت وبررت بأنها هي من ساهمت في تحرير العراق، والأمور بدت واضحة باعتبار أنه في ما بعد الانتصارات كانت هنالك قرارات أمريكية باغتيال الشهيدين القائدين، وهذا الموضوع أصبح واضحا. ونرجع إلى موضوعة المعسكرات الحق والباطل، بالتالي كيف من الممكن اجتماع النقيضين، هي تحرر وهي تغتال؟ يعني كانت هنالك أيضا هذه الصورة التي تحاول بثها بأنها هي من حررت العراق. الولايات المتحدة هي من أدخلت تنظيم داعش إلى العراق، وهي من دعمت تواجده في سوريا، والآن هي تسيطر على مناطق شرق سوريا. أيضا عند دخولها قامت بأكثر من 52 عملية قصف للقوات العراقية والحشد الشعبي بحجة ضربات خاطئة، وكانت تسهل مهام تنظيم داعش الإرهابي. النفط كان يهرب من حقول العراق إلى الموصل ثم إلى دول خارجية على مرأى ومسمع الطائرات والأقمار الصناعية الأمريكية، وشاهدنا الفرق بين أداء الجيش الروسي مع تنظيم داعش الأداء الجوي في سوريا ومع أداء الولايات المتحدة وكل حلفائها في العراق. تمر الشاحنات تحت مرأى ومسمع منهم وتخرج إلى خارج العراق. ثم الآن قبل 5 أشهر يعني اللجنة الأمنية في مجلس الأمن أكدت بأن تنظيم داعش يمتلك أرصدة في مصارف أجنبية وتعاقد مع شركات أمريكية لشراء نواضيغ ليلية وقناصات وبعض الأسلحة، وأنه يحرك هذه الأرصدة. والولايات المتحدة تمتلك نظام سويفت الذي يستطيع به أن تراقب الأموال، وهي الآن يعني شددت هذا النظام باشتراطها على الحكومة العراقية أن تنصب منصة من أجل مراقبة انتقال الأموال. كيف لم تراقب أموال تنظيم داعش وحركته وتعاقداته وانتقالاته إلا إذا كانت هناك علاقة تخادم بين الولايات المتحدة وبين هذا التنظيم الإرهابي؟ أشكرك شكرا جزيلا دكتور هيثم الخزعلي، عضو مركز الهدف للتحليل السياسي. أثريت الحوار في هذا الملف، نتواصل معكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة في هذا الملف. أرحب بضيفي الكريم الدكتور عبد الكريم ناعم، مدرب المنتخبات الوطنية العراقية. حياكم الله دكتور ضيفا كريما ويانا بالاستوديو. وأيضا ينضم معي عبر الأقمار الاصطناعية الزميل علاوي أحمد، موفد قناة الأيام إلى محافظة البصرة وتغطية فعاليات خليجي 25. أهلا بك زميل علاوي. دكتور، أبدأ مع حضرتك يوم نتحدث عن هذه البطولة وتنظيمها والاهتمام الكبير اللي أولته الحكومة والجهات المعنية، بل وحتى على المستوى الدولي، وهذا التواصل وسحب هذا الموضوع إلى داخل العراق، لفت أنظار العالم العربي وباقي الدول إلى العراق، كيف تنظر إلى هذا الإنجاز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أخي الكريم، تحياتي لمشاهدي قناة الأيام ولضيوفك الكرام. حياك الله. بالتأكيد يعني هكذا يعني حدث كروي كبير يعني تعتني به دول المنطقة، خصوصا دول الخليج العربي،
استحقاق للعراق منذ فترة طويلة، وتأخر طويلا بسبب كثير من الظروف اللي مرت على البلد، منها التأجيلات. يعني منذ خليج 2021 يجب أن تكون بالعراق، وتأجلت إلى أن وصلت إلى خليج 25 تقريبا منذ 2010 هو لحد الآن 12 سنة تأخر يعني القرار بتكليف العراق بتنظيم بطولة الخليج العربي، ولكن يعني حدث أخيرا وأن استطاع العراق أنه يحصل على تنظيم البطولة في مدينة البصرة الفيحاء، وهذا يعني أنا أعتبره عرس كروي يعني عربي يعني يخدم الرياضة العراقية ويديم يعني أواصر العلاقة والصداقة والأخوة مع أشقائنا العرب. وبالتالي هو حدث للم الشمل أكثر ما يكون حدث كروي. الرياضة دائما ما تسعى إلى مد الجسور وبناء العلاقات بين دول المنطقة وكل دول العالم، وبالتالي هي الرياضة هي سفير محبة وسلام لخدمة أبناء بلدهم. أنا أعتقد ما قدم العراق خلال هذه الفترة هو عمل تاريخي وإنجاز كبير لبنية تحتية لكثير من المعوقات اللي كانت تعوق يعني عملية أنه إقامة البطولة في البصرة، ولكن بالفترة الأخيرة كان هناك يعني جهد يعني ومثابرة كبيرة استطعنا من خلالها أنه ننظم البطولة. وأهلا وسهلا ضيوفنا الكرام، كل ضيوفنا في مدينة البصرة الفيحاء. زميل علاوي رحب بك من جديد، ونتحدث عن أجواء النسخة 25 من كأس الخليج اللي بكل تأكيد مثل ما تفضل الدكتور عبد الكريم ناعم أنها راح تكون متميزة. نتحدث هنا اليوم عن مراسم الافتتاح اللي من المؤمن أن يكون باهر ومرضي للجميع. كيف هي الاستعدادات لحد هذه اللحظة في محافظة البصرة وأيضا حول توزيع التذاكر وبيعها؟ نعم زميلي أحمد، تحية لك ولضيفيك الكرام وبالخصوص الدكتور عبد الكريم ناعم. الحديث عن البصرة، وأنا عرضت كلام الدكتور عبد الكريم ناعم أنه اليوم أحمد دعني أقول لك بصريح العبارة، الرياضة نجحت بالكثير من الأمور قد عجزت بها السياسة. اليوم على صعيد بطولة الخليج، فهي بطولة الخليج اليوم هي أكثر من بطولة كروية، باعتبار أنه بعد أن خصص مجلس الوزراء 33 مليار دولار عراقي لهذه البطولة وتجهيزها وبناء البنى التحتية، اليوم البصرة تشهد إعمار واضح على جميع الأصعدة سواء الجوانب السياحية أو المرافق الصحية وبالتالي أيضا حتى الرياضية. هذا جانب. أما الجانب الآخر أنه هو نجاح البطولة، نعم الجميع متأكد ومتيقن بأن هذه البطولة ستنجح، والدليل على ذلك أنه الزخم الجماهيري الذي تشهده محافظة البصرة بالوقت الحالي. التذاكر توجد لغاية الآن تذكرة واحدة، لا للدور الأول ولا للدور الثاني، جميع البطائق تم بيعها بشكل كامل. عاد ما على جانب الافتتاح، فالافتتاح اليوم الاستعدادات تجري على قدم وساق من قبل شركة لورير المنسق المسؤولة عن التنظيم حفل الافتتاح لبطولة خليج 25 يوم السادس من الشهر الجاري بمباراة العراق والمنتخب اليمني. فبالتالي الاستعدادات على قدم وساق، والجميع متيقن ومتأكد من نجاح هذه البطولة. والحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معي الزميل الحسن أحمد، زميلنا مراسل قنوات الكاس. السلام عليكم. مرحبتين. عليكم السلام ورحمة الله. وطبعا في البداية أرحب فيك وأرحب كل مشاهدين شو اسمه قناة الأيام العراقية. وطبعا نحن بأمانة يعني فرحين جدا نحن موجودين في البصرة مع خليجي 25، ودائما لما تحتك مع أحد يسولف معك عن الخليجي فالأجواء الجميلة. الأجواء أهم شيء، سولف على الأجواء. عن الأجواء، أنا بأمانة قبل لا تطرح السؤال حابب إني أتكلم عن هذه الأجواء، لأن قبل لا تجي للعراق، قبل بعض الجماهير مترددة على أساس أن نسير العراق نغطي بخليج 25، لكن لما وصلنا العراق، يمكن أنا وصلت أمس الصباح، الأجواء الجميلة، كرم أهل البصرة وأهل العراق واضح كثير. لما تطلع للشوارع تحس بارتياح أكثر، تشوف أهل العراق، تشوف اللسان الحلو، الكلام اللي كذا، المجالس مفتوحة، البيوت مفتوحة، تحس أنك أنت في ديرتك. يمكن الناس تقول فعلا ديرتكم. اي والله الناس تقول انت في ديرتك الثانيه، انا اقول لا والله هذه ديرتنا حتى الاولى. بامانه حفاوه الاستقبال، الانطباعات اللي يتركونها اهل العراق
تسرنا كثير وفرحتنا وسعدتنا. طبعا احنا نتمنى ان هذه الامور، ونحن يمكن نقدم رساله للكل ان اللي ما راح يجي خليج العراق راح يكون خسران. ونحن كثير يعني يتواصلون معنا على اساس ان هل نجي خليج العراق، اقول لهم اي والله لو ما جيتوا راح تكونوا خسرانين. وانا اتمنى ويمكن في صحبه سمعوا رسائلي وكلامي، وجايين اعداد كثيره بعد ما وصلنا نحن وطمناهم عن الاجواء الجميله في البصره. الجميع يراهن ومو فقط يراهن بل متاكد ومتيقن من نجاح هذه البطوله بسبب الزخم الجماهيري اللي شاهدناه. احنا هسه رحنا نتمشى للكورنيش بهذا التوقيت راح نشاهد الكورنيش ممتلئ، فكيف بالملعب؟ شوف بامانه انت اللي يمكن تكلمت عن الكورنيش، انا كانت عندي بس عمليه تنقل من هذا الفندق لفندق الشيراتون، شفت الكورنيش الاجواء الجميله، وحتى انا ساير في السياره تمنيت اني انا انزل الكورنيش على اساس اني استمتع مع حفاوه الناس والناس اللي قاعدين هناك. لا والله ما نزلت لاني رايح اشيل ماده، كانت عندي مثلا تغطيه لتدريبات المنتخب العماني على طول على اساس اني اوديها لبرنامج المجلس وارجع مره ثانيه لهذا الفندق. فتخيل ايدي احس انها تقول لي افتح الباب وانزل، لكن الجانب الثاني اقول اني لازم اوصل الماده باسرع وقت ممكن. افتتاح العراق وعمان، تتكلم عن المباراه الافتتاحيه، دائما مباريات الافتتاح تكون صعبه. المنتخب العراقي نحن نقول انه منتخب انه حابب انه يقدم شيء، طبعا الجمهور راح يكون اضافه كبيره للمنتخب، عامل ارض الجمهور راح يكون الاضافه بالنسبه للمنتخب العراقي، لكن بنفس الوقت نتكلم عن قيمه المنتخب العماني والتصاعد في المستوى، بصمه المدرب برانكو مع المنتخب العماني. ويمكن انه لو حتى لو سولفت مع الجماهير العمانيه سواء الموجوده هنا في العراق او حتى اللي موجوده في مسقط كلها متفائله مع المباراه الافتتاحيه، مباراه صعبه. اسمح لي ان انتقل الى هذه البطوله ضيفي الدكتور عبد الكريم ناعم. حبيبي ان شاء الله اهم شيء نجاح البطوله، ونحن كلنا واثقين باهل البصره اهل العراق انه ينظمون بطوله استثنائيه تعود بالاشراق للكره العراقيه مره ثانيه. ابقوا ويا علاوي بينما اكيد هو الانطباع الاول. نعم بالتاكيد علاوي يكون ويانا في هذه التغطيه وفي هذه الحلقه. دكتور عبد الكريم، لاحظت انه هذه الوفود العربيه واليوم يعني حضرتك مشتغل في الحقل الرياضي، ولكن المتطلبات كثيره ابتداء من الامور الامنيه اللوجستيه ووصولا ومرورا بالتغطيات الاعلاميه. هذه المنظومه في خدمه الخليج 25 كيف من الممكن أن تدار بشكل صحيح ونبتعد عن الهفوات والإخفاقات البسيطة حتى في سبيل أن نحقق نجاح عالي؟ بكل تأكيد يجب أن يكون تحضيرنا يعني طبيعي بدون مبالغات، لأنه المبالغة بالشيء ممكن توقعنا بأخطاء كثيرة. أنا اشتركت في 4 بطولات للخليج العربي اللي هي 17 و20 و21 و22. في 4 بطولات كنت جزء من الجهاز الفني للمنتخب الوطني العراقي. بطولة الخليج لها طابع إعلامي كبير وتنتشر بها يعني كثير من الجوانب اللي تغطي البطولة، دقائق الأمور تخص المنتخبات تتحدث عنها، وممكن مشكلة بسيطة تتحول إلى مشكلة كبيرة بها إعلام يعني مفرط جدا. وهي بطولة يعني تعني الكثير لدول المنطقة، لأن هي البطولة ساهمت في تأسيس كرة القدم في دول الخليج العربي. العراق كان سابق المنطقة بكرة القدم، ولذلك تعتمد اعتبار كأنما هي كأس العالم عندهم يعني مصغر. ولذلك نحتاج احنا نكون بمستوى الحدث ونبتعد عن الهفوات. تحضرنا جيدا، المبالغة بالشيء ممكن توقعنا بأخطاء. يجب أن نعي مواردنا البشرية، لدينا من بالعراق موارد بشرية كبيرة، بلد يمتد بتاريخ كبير 7000 سنة، قادرين على تنظيم كل البطولات وكل الاحتفاليات وكل الأمور، ولكن بدون المبالغة. المبالغة بالشيء ممكن توقعنا بأخطاء ندفع ثمنها بعدين كبيرا. اتمنى انه يكون تحضيرنا اللوجستي يعني يتناغم مع تحضيرنا الفني للبطوله، خصوصا لفريقنا المنتخب الوطني، وهذه اول تجربه للمدرب الاسباني في مع المنتخب الوطني. يجب ان يعي الجهاز الفني ان هذه البطوله تعني الكثير لدول المنطقه، ولا تكون حقل تجربه او هي لتبادل الخبرات، وانما هي بطوله تنافسيه على أشد ما تكون منها في كرة القدم. نتمنى أنه كاتحاد، كوزارة الشباب والرياضة، كقيادة حكومية أنه نبتعد عن كل الإشكالات اللي ممكن تصير بالبطولة، ونحاول نسهل الأمور بما يتلائم مع طبيعة البطولة الأخوية.
علاوي، نتحدث عن مواعيد الافتتاح وانطلاق هذه الفعاليات، استقبال الوفود المشاركة، وأيضا حول موضوع بيع البطاقات ونفاذ البطاقات والسوق السوداء، أيضا يا ريت توضح لنا هذه الإشكالات اللي حدثت. نعم أحمد، يعني البروفات يعني جاي تمارس بملعب المدينة، ملعب جذع النخلة الدولي، فبالتالي تم منع وسائل الإعلام بشكل وبآخر من الدخول إلى ملعب جذع النخلة على اعتبار التحضيرات، لكن تسريبها بل يجب أن تكون هناك مفاجأة، والجميع يراهن على مفاجأة الافتتاح، وهناك من راهن بأن الافتتاح سيكون أقوى من افتتاح كأس العالم. أما بخصوص موضوع البطاقات يا أحمد، احنا العراق يمكن للمره الاولى تكون هناك تجربه بيع تذاكر الكتروني، وحقيقه هذا ما ولد ارباك انه بالعمليه، لانه حديثي التجربه ما اخذها سابقا. فاليوم رغم ما تم مباشره بعد ما تم طرح التذاكر عن بالالكترونيا، اللي يعرف لها بين قوسين اشترى العديد من البطايق وضمها وبالتالي جاي يبيعها. لكن حتى نوضح لجماهيرنا، اكو بطاقات جاي تنباع باسعار مرتفعه جدا، اليوم وصلت اسعار التذاكر الى 500 دولار و400 دولار، لكن بعض البطايق الموجوده والتذاكر للجماهير مزوره. تعرف شلون يا احمد؟ التذكره بها باركورد، فيتم استنساخها لاكثر من مره، لكن عندما تروح تدخل للملعب الباركورد يقرا مره واحده، فبالتالي البعض ممكن او بل العديد من الناس اللي اشتروا البطايق وهي بالتأكيد مستنسخة. أما على صعيد الوفود الخليجية، جميع المنتخبات وصلت وانطلقت الوحدات التدريبية اليوم ويوم غد أيضا بمجمع المدينة الرياضية بملعب بأربع ملاعب أي وبي وسي ودي. وبالتالي اليوم تصريح لرئيس الاتحاد السعودي قال نحن هنا من أجل دعم البصرة، وهذا ما جئنا من أجله لبطولة خليجي 25، رغم أنه المنتخب السعودي اليوم نرى يشارك بالمنتخب الرديف أو المنتخب الأولمبي. نعم. على عدم المشاركة. طيب علاوي، المنتخب اللي خاض منافسات كأس العالم. دكتور عبد الكريم، يعني أنتقل حضرتك، نتحدث أيضا عن الاستعدادات اللي جرت بالاجتماع التنسيق المشترك لبطولة خليجي 25 الخاص بلجنة المسابقات. يعني بالتأكيد أكو اتفاق على تهيئة الدعم الكامل، تسمية المرافقين، المنسقين، الإشراف على الملاعب، وضع الخطط الكفيلة للنجاح وتسهيل مهمة المنتخبات المشاركة. كل هذه من المسائل الضرورية في هذا الجانب التنسيقي، كيف تنظر إليها؟ والله أعتقد أنه اتحاد كرة القدم وزارة الشباب والرياضة عملوا بصورة يعني كبيرة خلال الشهر الماضي، وشكلوا لجان كبيره، لجان في كل مكان، في الفنادق، في الملاعب، في يعني الاجراءات الخاصه بالوفود، مواقع التدريب، توقيت التدريبات ضمن جداول زمنيه محدده مسبقا. وانا اعتقد يعني هذه مو صعبه علينا، يعني انا اعتقد العراق قادر ولدينا موارد بشريه كثيره. ومن هذا الجانب يعني ما اعتقد هناك مشكله، لانه ملاعب البصره من اجمل الملاعب حتى بالخليج العربي. يعني انا اشبهها بملاعب قطر، يعني من ناحيه الجوده والارضيات اللي تصلح للعب كره القدم. ملاعب التدريب اضافه للملعبين الاساسيين اللي هو ملعب الميناء الدولي، ملعب جذع النخله عفوا، اضافه لملعب الميناء. ما ليس لدينا مشكله لا في التدريب ولا في الملاعب، ولكن نحتاج الى التنظيم. التنظيم انا اعتقد نحتاج انه تنظيم دخول الجماهير. تحدث الأخ المراسل على بيع التذاكر، كان يمكن تكون هناك آلية أفضل من هذه الآلية اللي طرحت، وبالتالي ما يروج للسوق السوداء، وبالتالي عملية البيع تكون أكثر انسجاماً مع الجانب المتحضر، وليس أنه استغلال المواطنين البسطاء من أجل بيع التذاكر. أنا أعتقد راح يكون هناك حضور جماهيري كبير، هناك مؤازرة لكل المنتخبات ليس لمنتخب العراق فقط، كل الجمهور الخليجي يعني قدم للبصرة أعداد كبيرة، وراح تكون يمكن من انجح البطولات على مستوى الاداء الفني اضافه للتنظيمي، لما يمتلك العراق من قاعده جماهيريه كبيره. احنا في بعض البطولات كنا نفتقد الى الجماهير اللي هي تعزز وتعمل يعني نوع من
يعني التشويق والرغبة الكبيرة في لعب كرة القدم. هناك كثير من البطولات كان الملاعب فارغة، ولكن في العراق أنا أعتقد راح تكون الملاعب مليئة بالجماهير، الجماهير المحبة لكرة القدم والمحبة للعراق ولمدينة البصرة والمحبة أيضا لجماهيرنا الخليجية القادمة كضيوف أعزاء على بلدنا العراق. علاوي، يتفضل الدكتور عبد الكريم ناعم عن البعد الثالث لكرة القدم وهو البعد الأهم، وجود الجماهير والمشجعين. بالتالي نتحدث اليوم عن واقع حال محافظة البصرة، كيف تشهد هذا التوافد الحاشد على مستوى الجمهور المشجع والمرافق لمنتخبات بلاده. بالتالي طريقة الاستقبال عدا الرسمية والفنادق وغيرها، هنالك أيضا الاستقبال، استقبال القلوب واستقبال الضيافة العراقية والكرم العراقي. نعم أحمد، بالتأكيد أنا سبق وأن قلت أنه الكرم العراقي والانطباع الأول من قبل الوفود القادمة للبصرة هو الكرم العراقي وحفاوة الاستقبال. هذا على جانب، أما على جانب البصرة فهنالك العديد من مناطق المشجعين التي يتم العمل بها لغاية الآن. والقريب أنا حاليا من فندق مناو باشا، بالقرب مني يعني المركز الإعلامي، وقرب المركز الإعلامي هناك منطقة خصصت للجماهير عوائل وشباب والعديد من الأماكن بهذا الاتجاه. لكن على سبيل المثال مثل ما قلت أنه الأعداد الجماهيرية وبالتالي الجمهور العراقي اليوم في البصرة، اليوم أعلنت وزارة السياحة، عفوا هيئة السياحة، بأن وجود 40 فندق، وهذا العدد حقيقة لا يكفي. الناس اليوم فتحت بيوتها، فتحت مضايفها، الكل اليوم يعني جاي يستقبل الوفود سواء وين ما كان. يعني اليوم لو تتمشى تجي على الكورنيش تشوف الناس العراقيين هلا ومرحبا وتعالوا خلوا نروح للبيت، ومن هذا هاي الحفاوه اللي موجوده. لكن هناك مطالبات كثيره من قبل ابناء البصره من اجل تعطيل الدوام الرسمي طيله فتره البطوله. حقيقه احمد احنا اليوم اثناء تجوالنا يعني نتجول البصرة تشهد ازدحامات كثيرة، خصوصا على موضوع سير العجلات، تقاطعات مزدحمة، فكيف بالوفود انه في انطلاق البطولة لا سامح الله هناك مثلا ازدحامات وكذا يتأخرون عن الملعب وكذا. ارجو المطالبات من اجل تعطيل الدوام الرسمي لمدة يعني على طيلة ايام البطولة. وهذا الموضوع قيد الدراسة حقيقة من قبل محافظة البصرة ومن قبل السيد أسعد العيدان. طيب دكتور، يعني كل هذه الإجراءات اللي قدمها العراق بصورة عامة، البصرة بصورة خاصة، نتحدث عن الاستعدادات ما قبل انطلاق فعاليات البطولة وأثناءها، وخلينا نستشرف الواقع حتى ما بعد انتهاء هذه الفعاليات، كيف من الممكن أن تستشرف الواقع والمظهر الأخير الذي سيظهر فيه العراق؟ أنا أعتقد يعني كتنظيم راح نظهر بصورة مميزة. نفس الوقت مددنا جسور المحبة والأخوة لإخواننا وأشقائنا العرب اللي بصراحة ارتكبوا خطأ استراتيجي كبير بالابتعاد عن العراق لمدة ما يقارب 19 أو 20 سنة. هذا الابتعاد جعل الواقع العراقي شوية يعني بعيد عن مخيلة المواطن العربي البسيط والخليجي، وبالتالي ساهم الإعلام المعارض يعني بوضع يعني نوع من المطبات في طريق عودة الوئام والأخوة العربية. وجود الأخوة العرب حاليا في البصرة هو رسالة محبة وسلام. أنا أعتقد راح يشوفون واقع البصرة، واقع العراق. البصرة استفادت كثيرا من تنظيم البطولة، الاعتبار رجعت للواجهة كمدينة حضارية كبيرة من مدن العراق الكبيرة اللي هي ثغر العراق الباسم. وأنا أعتقد مستقبلا راح تلاقي نوع من السياحة، تطوير الفندقة، تطوير البنى التحتية، وهذا يقع على عاتق الحكومة المحلية. وأنا أعتقد خلال الفترة القادمة الأخ المحافظ والأخوة في الحكومة المحلية في البصرة يعني بدعم حكومي بذلوا جهود كبيرة لأن تظهر البصرة بحلة جيدة تليق بتاريخها ومكانتها التاريخية واسمها كمدينة عريقة من مدن العراق الكبيرة.
أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الكريم ناعم مدرب المنتخبات الوطني العراقية، أثريت الحوار في هذا الملف، وشكر كثير لك زميلي علاوي أحمد موفد قناة الأيام إلى محافظة البصرة لتغطية فعاليات خليج 25. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.